Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette séance. Toujours dans l'unité 5, parler de ses activités quotidiennes. Aujourd'hui, on va aborder l'étape de « Je m'entraîne, phonie et graphie ». مرحبا بكم أعزائي في هذه الحصة التي سننجز فيها المرحلة المتعلقة ب « Je m'entraîne » يعني أتدرب فوني كل ما له علاقة بالنطق إغرافي كل ما له علاقة بالكتابة. Activité 1. النشاط الأول. Je lis les phrases à haute voix tout en respectant les liaisons obligatoires. أقرأ الجمل بصوت مرتفع محترما الروابط الإجبارية. Le signe tiré indique que les liaisons sont obligatoires. الإشارة هاتي عارضة تشير إلى الروابط الإجبارية يعني من الواجب أن نجري هذا الربط كما تلاحظون في هاته الجمل. حاولوا أن تجروا الربط وتقرأوا هاته الجمل بطريقة صحيحة قبل أن نمر إلى التصحيح. والآن نمر إلى قراءة هاته الجمل محترمين en respectant les liaisons obligatoires. La première phrase, c'est avec plaisir. Je suis sans emploi. Je me lève vers 10 heures. C'est un de mes passe-temps préférés. Après avoir pris un café, je rentre à la maison entre 16h45 et 17h45. Je regarde un épisode. Je fais du sport dans un parc. Elle rentre chez elle tard le soir. Je joue au foot avec mes amis. Nous avons beaucoup de choses à faire. Les élèves ramassent leurs affaires. والآن بعد قراءة هذه الجمل وإجراء ليزون اوبليغاتوار نمر إلى شرحها. C'est avec plaisir. بكل سرور. Je suis sans emploi. أنا بدون عمل. Je me lève vers 10 heures. أنا أستيقظ مع العاشرة صباحا. C'est un de mes passe-temps préférés. إنه واحد من أوقات الفراغ والمتعة المفضلة عندي. Après avoir pris un café. بعد أخذ قهوة. Je rentre à la maison entre 6h45 et 17h45. أنا أعود إلى المنزل بين 4:45 دقيقة والخامسة وخمسة واربعون دقيقة مساء. Je regarde un épisode. أنا أشاهد حلقة يعني حلقة في فيلم أو في مسلسل أو في برنامج من البرامج. Je fais du sport dans un parc. أنا أمارس الرياضة في المنتزه أو حديقة. Elle rentre chez elle tard le soir. إنها تعود إلى منزلها دائما عندما نجد chez elle فهي تعني المنزل. Tard متأخرة في المساء. Je joue au foot avec mes amis. أنا ألعب كرة القدم مع أصدقائي. Nous avons beaucoup de choses à faire. لدينا الكثير من الأشياء لنفعلها. Les élèves ramassent leurs affaires. التلاميذ يجمعون أدواتهم. Et maintenant, on passe à l'activité 2. النشاط الثاني. Je lis les phrases à haute voix tout en respectant les liaisons obligatoires. أقرأ الجمل بصوت مرتفع محترما الروابط الإجبارية. كما تلاحظون في هذه الجمل حاولوا أن تقرأوها بطريقة صحيحة en respectant les liaisons obligatoires وحاولوا في كل مكان فيه liaisons obligatoires أن تضعوا رابطا كما رأينا في النشاط السابق. حاولوا أن تنجزوا هذا التمرين لوحدكم قبل أن نمر إلى التصحيح. والآن نمر إلى التصحيح. عندنا في الجملة الأولى Quand est-ce que tu te réveilles le matin? Alors, هنا يجب أن نضع la liaison obligatoire.
وهنا عندما نجري لا ليزون لي كون فدي يتحول النطق هكا تي ونقول كونتيسكو كونتيسكو وليس كونديسكو كونتيسكو تي تو ريفي لو ماتان وتعني متى تستيقظ في الصباح. في الجملة الثانية je me lève à 8 heures et toi. كما رأيتم عندنا à 8 heures هنا سنجري la liaison obligatoire لأن 8 تنتهي بالتي à la fin ونجري لها la liaison مع heure لأنها تبدأ ب أشميي. Je me lève à 8 heures et toi. أنا أستيقظ مع الثامنة صباحا وأنت. في الجملة الثالثة je suis très étonné. Moi, je me lève à 6h30 car j'aime faire du sport. أنا متفاجئ جدا. أنا أستيقظ مع السادسة والنصف صباحا لأنني أحب أن أمارس الرياضة. هنا عندنا deux liaisons obligatoires, عندنا très étonné وهنا أيضا 6h. في الجملة الرابعة et qu'est-ce que tu fais de tes après-midi? وماذا تفعل في أوقاتك التي بعد الظهر؟ هنا la liaison obligatoire بين tes après-midi. في الجملة الخامسة de temps en temps j'aime sortir avec mes amis. عندنا هنا de temps en temps la liaison وهنا أيضا mes amis. من وقت إلى آخر أحب أن أخرج مع أصدقائي. هنا في الجملة السادسة عندنا moi je préfère aller au parc. C'est un endroit calme et tranquille. أنا أفضل أن أذهب إلى المنتزه أو الحديقة. C'est un endroit إنه مكان هادئ et tranquille هادئ أيضا أو موقر. تحس فيه بالارتياح. عندنا la liaison في هاته الجملة c'est un وأيضا un endroit. لا نقول un endroit ولكن نقول un endroit. في الجملة السابعة et quand est-ce que tu dors la nuit؟ ومتى تنام في الليل؟ عندنا هنا مثل الجملة الأولى دي قلبناها إلى تي لكي نجري هذا الربط. quand est-ce que quand est-ce que. والآن نمر إلى الجملة الأخيرة je ferme les yeux vers 22h. عندنا كما تلاحظون les liaisons obligatoires عندنا هنا في les yeux وأيضا 22h. je ferme les yeux vers 22h. أنا أغمض عيناي في العاشرة ليلا. والآن نمر إلى المرحلة الأخرى je m'entraîne à l'oral. أتدرب على التعبير الشفوي. Activité 1 النشاط الأول Je joue avec mes camarades à un jeu de mime pour trouver les verbes d'action liés aux activités quotidiennes. كإشارة في هذا النشاط فهو نشاط تطبيقي ويحتاج إلى القسم لكي تطبقه ولكن لا بأس أن أشرح لكم ما هو مطلوب منكم في هذا النشاط. أنا ألعب مع أصدقائي لعبة للتقليد لكي أجد أفعال الحركة المرتبطة بالنشاطات اليومية. لكي نجري هذه اللعبة عندنا هذه المراحل. Un élève pioche et mime le verbe d'action devant ses camarades. يعني أن أحد التلاميذ سيأخذ بطاقة فيها اسم le verbe d'action الذي سيقلده إيميم وسيبدأ في تقليد هذا الفعل le verbe d'action أمام أصدقائه. Les autres élèves trouvent le verbe d'action mimé. والتلاميذ الآخرون سيحاولون أن يجدوا فعل الحركة المقلد. Le premier élève qui trouve la réponse pioche à son tour. والتلميذ الأول الذي سينجح في اكتشاف هذا الفعل من خلال تقليد صديقه سيجد الجواب سيقوم هو أيضا ليعيد هذه التجربة أمام زملائه باختياره لفعل آخر. Continuer le jeu avec de nouveaux verbes d'action. وهكذا
نستمر في اللعبة بتكرارها مع أفعال حركة جديدة. هذا هو مبدأ هذه اللعبة. وهنا لا بأس أن نشير إلى بعض الأفعال التي يمكن أن تحاولوا تجسيدها وتقليدها. Se laver, se réveiller, faire du sport, aller au travail, lire des livres, faire le ménage, préparer les repas, parler au téléphone, prendre un café, regarder des séries, se reposer. Et maintenant, on passe à l'activité 2. النشاط الثاني. وللإشارة فهو نشاط أيضا نشاط تطبيقي يحتاج إلى القسم والتطبيق مع الزملاء داخل القسم. ولكن لا بأس أن نشرح أيضا مبدأ هذا النشاط. Je joue avec mes camarades à un jeu de mime pour représenter les verbes d'action liés aux activités quotidiennes. ألعب مع أصدقائي لعبة التقليد لكي أقدم أفعال الحركة المرتبطة بالأنشطة اليومية. لكي نجري هذا النشاط سنحاول أن نقوم أولا se mettre en petit groupe، يعني أن نتفرق إلى مجموعات صغيرة. Choisir des actions de ces activités quotidiennes، اختيار أفعال حركة مرتبطة بالأنشطة اليومية. الفرق بين اللعبة الأولى واللعبة الثانية هي أن في اللعبة الأولى الأستاذ هو الذي سيقترح عليكم الأفعال التي ستجسدونها، أما في اللعبة الثانية فأنتم من ستقترحون هذه الأفعال التي ستقلدونها. Écrire une phrase simple sur une carte، يعني ستقومون بكتابة جملة بسيطة على إحدى البطائق. Placez les cartes sur la table en les mélangeant، يعني ستضعون البطائق التي كتبتم فيها الجمل البسيطة تحت الطاولة وأنتم تخلطونها. Chaque élève pioche une carte et mime l'action، وهنا كل تلميذ من بين التلاميذ سيقوم بأخذ إحدى البطائق وتقليد الحركة أو فعل الحركة التي تحتويه الجملة التي كتبت على هذه البطاقة. Les autres groupes doivent deviner quelle action est mimée، والمجموعات الأخرى يجب أن يتوقعوا ما هو الفعل الذي يقلده هذا التلميذ. L'équipe qui a marqué le plus de points à la fin du jeu remporte la partie، والفريق الذي سيسجل أكثر النقط في نهاية اللعبة هو الذي سيفوز بهذه اللعبة، يعني الذي سيجيب أكثر عدد من الإجابات. إلى هنا أعزائي تنتهي حصتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في الحصة القادمة.